يبدو أنه منصة تيك توك هي الأكثر عمل بالفترة الأخيرة لتغيير شكل المنصة، أو الأصح لتعديل المحتوى. ارتأى المطورون بتيك توك أنه الأفضل نشر إجراءات جديدة وحتى إنذارات لمنع التمادي بانتهاك سياسة التطبيق وميزات المنتج، وبالتالي صانع المحتوى صار بإمكانه معرفة إذا كان محتوى مضر أو ما بيتلاقى مع سياسة التطبيق مسبقاً أو إذا رح يطمعها. منتابع. معنا من باريس خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد علي السويسي. محمد علي، أهلا وسهلا فيك، دايما معنا بمؤثرون. بداية شرح لنا شوي عن هالميزة وشو فائدتها لصناع المحتوى على تيك توك. هذه الميزة تشبه كثيرا الميزات التي أطلقتها وحرصت المنصات الأخرى على نشرها مثل فيسبوك أو انستغرام. هذه الميزة تخص تنظيم أكثر للمحتوى، وعن طريق هذه الميزة سيكون لصناع المحتوى إن صحت العبارة البوصلة فيما يخص محتواهم، هل هذا المحتوى مطابق للمعايير التي تضعها تيك توك أم لا، وسيكون هناك مجموعة من التعاملات، أي نستطيع أن نقول إنذارات إذا صحت العبارة، لمن يخل بهذه القوانين وهذه يعني طرق التواجد على منصة تيك توك. وبالطبع من سيخالف هذه القوانين سيقع إقصاؤه. فتيك توك تسعى إلى تنظيم أكبر لطريقة طرح المحتوى من صناع المحتوى ومن جميع مستعملي تيك توك على المنصة. شو الهدف برأيك؟ ما هي الخلفيات وراء هذه التغييرات اليوم؟ مهم جدا أن نفهم الخلفيات، لأن الخلفيات وما يحدث بالنسبة لتيك توك يفسر كثيرا هذه الخطوات التي تتجه نحوها المنصة. لنشاهد ما يحدث بالنسبة لتيك توك. هناك ضغوطات في الولايات المتحدة الأمريكية وتهديدات جدية بإقصاء وغلق المنصة. هذه التهديدات انطلقت وانتقلت أيضا إلى أوروبا. هناك يعني اجتماع لمجلس الشيوخ الفرنسي قريبا للنظر في موضوع تيك توك. منذ أسابيع بدأت فرضية غلق تيك توك في فرنسا يعني تتنامى، نفس الشيء في بريطانيا. الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية تسعى إلى ضبط أسس التعامل بالنسبة لتيك توك، وأيضا تريد ضمانات للشفافية بالنسبة للمحتوى لهذه المنصة. كل هذه الضغوطات إضافة إلى تنامي المنافسة. اليوم فيسبوك استطاع أن يغلق نوعا ما هذا الباب عن طريق ذكاء اصطناعي ومراقبة للمحتوى، مراقبة ولو أنه يعني هناك العديد من المؤاخذات بالنسبة لهذه المراقبة، لكن بالنسبة لتيك توك يسعى إلى هذا الشيء أيضا. لحد الآن النقطة الغامضة الوحيدة كيف سيتعامل تيك توك بالنسبة لهذا المحتوى؟ هل سيكون هناك ذكاء اصطناعي وخوارزميات لمراقبة هذا المحتوى، أم سيكون تدخل إنساني؟ التجربة بالنسبة لتيك توك تؤكد أن التدخل الإنساني غالب بالنسبة لتيك توك، وهذا سيجعل نوعا ما من الصعوبة بالنسبة لمراقبة هذا المحتوى في العديد من البلدان التي لا يوجد لتيك توك مثلا مراقبين أو فريق عمل لمراقبة المحتوى، ما
مثلا في الوطن العربي، هل هناك يعني أناس مختصون يتكلمون؟ ولكن من هنا محمد علي ننتقل على نقطة مهمة جدا، عمليا إذا ما حسبنا كيفية التطبيق والوصول إلى هذه الغاية مع الإمكانيات الموجودة في مختلف الدول، هل اتخاذ هذه الخطوة إذن ممكن أن يوصل تيك توك إلى غاياتها، أو أنها ستكون فقط نوعا ما بروباغندا أو إعلامية أكثر من أي شيء آخر؟ هذا بالطبع سيكون مرتبط أساسا بمجهود تيك توك. يعني لو لاحظنا تيك توك في تعاملاته يركز أكثر على المناطق التي تهدده والمناطق ذات الأهمية القصوى، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي. بالنسبة للصين هذا موضوع يعني ليس مطروح، لأن النظام وطريقة التعامل مع هذه المنصة مضبوطة بشدة. لكن اليوم السؤال الذي يطرح نفسه، كيف سيتعامل تيك توك مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثلا؟ هل سيكون فريق عمل لتنظيم عمل صناع المحتوى والمحتوى ككل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ منطقة معقدة نظرا لأننا لا نتحدث فقط لغة واحدة لكن نتحدث لهجات. فأظن أن بالنسبة لتيك توك صحيح أن هذه الخطوة إعلامية موجهة للغرب، لكن يجب أن يكون هناك مجهود أكبر للتوجه إلى مناطق أخرى ذات أهمية كبرى بالنسبة لهذه المنطقة. سريعا محمد علي، هل تعتقد بذلك بأن شكل المحتوى على منصة تيك توك سيختلف بطريقة أو بأخرى إن تمت؟ يعني سيختلف ليس كثيرا. يعني عندما نتحدث عن هذه الخطوات، هذه خطوات ما زالت في البداية، أظن أننا سنستغرق وقت طويل حتى نتحدث عن محتوى يعني فيه ضوابط معينة وقوانين معينة، وفيه أيضا يعني مطابقة للقوانين والأسس التي تضعها تيك توك. أظن أن هذا مجهود طويل ومجهود طويل الأمد بالنسبة لهذه المنصة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من باريس، خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد علي السويسي، شكرا لوجودك معنا.